سعداء أكيد بوجود حضرتك معانا، ربنا يخليك وزي تسلم. ما الهوند بتقول عندنا اكتر من ملف، واسئلتك تعالى نبتدي بالدوري، وخصوصا ان لسه القرعه، قرعه الموسم الجديد لسه معموله، واللقاء الاول ان شاء الله امام النادي الاهلي هيكون امام فريق الاسماعيلي. فعايزين نعرف رؤيتك كده وتوقعاتك للدوري الموسم، النسخه الجديده منه، هل هتكون في نفس الكعبلات اللي احنا بقالنا فتره بنشتكي منها اللي حصلت الموسم اللي فات واللي قبليه ولا لا؟ وكيف ترى اول لقاء للنادي الاهلي؟ هو في البدايه الدوري السنه دي مختلف للنادي الاهلي، بتبدا السيزون معاك مدير فني بيعمل معاك فتره الاعداد، اللعيبه الاساسيه بتاعتك استريحت بشكل كويس، التدعيمات ممكن يعني مش كتير، لكن لما نيجي نتكلم فيها في وقتها الناس تتفاجئ ان انت عندك قوام اساسي محترم، سواء اللعيبه اللي رجعت لك من الاعراض او اللي كانوا مصابين وغايبين او او الثلاث صفقات اللي او تم تصعيدهم من الموسم اللي فات. الاهلي السنه دي وجهه نظري هو الاوفر حظا، الاوفر حظا بحكم خبرات لعيبه النادي الاهلي في الدوري، بحكم النادي الاهلي هو الاكثر الانديه اللي بيقدر يستطيع يعمل عمليه الاستمراريه في بطوله الدوري. نفسه طويل يعني. بالظبط، عنده سياسه النفس الطويل، عندنا مدير فني محترم جدا، وبان خلال الفتره اللي فاتت من الاخبار اللي بتجيلنا او متابعتنا لاخبار الفريق وفي مباراه الاتحاد المنستيري، وجهه نظري كان ينقصنا فقط ان اللعيبه دي تستريح، اللعيبه اللي قدرت تاخد 2 دوري ابطال افريقيا واتنين سوبر واتنين برونزيه كاس عالم، لما ياخدوا الوقت الكافي في الراحه مع بعض التدعيمات اللي حصلت، انا شايف ان الفريق الاهلي هيبقى اوفر حظا. هو هنا بنقف عند بس نقطه، ليه دايما انا ببدا بالاسماعيلي؟ يعني انا للسنه الثالثه على التوالي ببدا مع هو الاسماعيلي. هي غريبه، هو يعني غريبه أنا جدا، اعتبر ان الموضوع يعني مش بنشكك في حد، بس هي ملاحظه غريبه. الاهلي قادر ان هو يقدر يتخطى الماتشات اللي جايه، كلامنا مع الناس كلها ان اللعيبه واقفه على رجلها صح، عندنا الحمد لله رغبه ان احنا نعوض جماهيرنا عن اللي حصل في الموسمين اللي فاتوا، والتاريخ بيقول ان الدوري ما بيغيبش عن الاهلي كتير، يعني لو غاب سنتين ثلاثه بيرجع على طول، فبعد كده بنستمر لو بيرجع يقعد شويه، سبع ثمان سنين هو عمره ما غاب سنتين واربعه غير من 20 سنه، يعني لو بلغه يعني التاريخ، يعني اول ما اربع حاجه اخر حاجه من 20 سنه، من 2000 ل 2003 2004، فيعني ان شاء الله الاحداث دي لن تعاد، واللي قبلها كان من 90 ل 93 94، يعني فيعني مش مهم اللي فات.